شيخنا الجليل، فكرة الخالق المبدع هل هي من وهم الإنسان أم هي فكرة أزلية موجودة؟ أو بعبارة ثانية، هل هي فكرة وهمية وخيال أم حقيقة؟ هي حقيقة ليست وهما، إنما الوهم يكون في ما لو أراد امرئ أن يعرف كنه الله عز وجل. في هذه الحالة فكل ما وقع عليه وهمك لا يكون الله تبارك وتعالى، كل ما وقع عليه وهمك. هذا جاء في أحاديثنا الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذا مضمون كلامهم، أنه كل ما وقع عليه وهمك فليس هو، أي ليس هو الله تبارك وتعالى. ما معنى كل ما وقع عليه وهمك؟ يعني مثلا بعض الناس قد يتوهمون أن الله عز وجل طوله 40 ذراعا كما هو موجود في الديانة البكرية مثلا، وبعض آخر قد يتوهمون أن الله عز وجل مثلا يتجسد، يعني كالديانة النصرانية تقول أن الله عز وجل تجسد في المسيح وأن المسيح هو الله مثلا، وآخرون قد يرون أن الله عز وجل مثلا يتشخص في كوكب أو في بشر أو في حيوان أو في نبات أو نحو ذلك من اعتقادات فاسدة وثنية أو شركية أو كفرية، أيا يكن. فهذه الأوهام، يعني أنك تتوهم الإله عز وجل بهذه الصفات مثلا، هذه كلها أي شيء أنت تتوهمه أنه هو عبارة عن الله عز وجل في كنهه في ذاته ليس هو الله أيا كان. هنالك أيضا توهم مثلا أن الله عز وجل هو الوجود المطلق اللامتناهي، وهذا ما يذهب إليه أصحاب الاعتقاد بوحدة الوجود. هذا الوهم أيضا باطل، ومعناه أن الله عز وجل ليس هو هذا الوجود. فإذا نحن نقول أن الله عز وجل نتعرف عليه من خلال آثاره ومن خلال صفاته التي وصف بها نفسه. أما أن نفكر بكنهه بذاته فهذا غير ممكن. إذا اتضح هذا المعنى فإنه يتضح الجواب على سؤالك. أنت تقول هل أن فكرة الله عز وجل أو الاعتقاد بالله عز وجل فكرة وهمية أم لا، حقيقة أم وهم؟ نحن قد قدمنا أنه كل ما يقع عليه الوهم فهو ليس الله عز وجل في تحديد كنهه. فإذا لابد أن ينتقل طور الكلام وطور التفكير إلى حيث الحقيقة، لأننا إذا نزهنا الله عز وجل عن الأوهام تماما، عن كل وهم من الأوهام، فهذا معناه كأننا جعلنا الله عز وجل محض العدم والعياذ بالله، يعني جردناه من كل ما يمكن أن نتوهمه من صفات أو نحو ذلك. والحال ليس هكذا، الحال أننا نثبت إلها ونقول إن هذا الإله حي قادر قيوم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات، وليس وهما من الأوهام. طيب، كيف توصلنا إلى أنه هذا هو إله؟ كيف توصلنا إلى الاعتقاد بالله تبارك وتعالى؟ إنه الذي نسميه الإدراك الفطري. الإنسان لديه إدراكات فطرية تدفعه نحو الحقائق. يعني مثلا نحن الآن البشر نؤمن بأننا موجودون، إلا أن نكون من السفسطائيين مثلا. السفسطائيين
يشككون حتى في وجودنا، يقولون إن العالم قد يكون محض الخيال في الخيال. ولكن هذه مقالة يعني سخيفة وساخرة أكثر من أن تكون علمية، لذا لا يقبل بها العقلاء. العقلاء يقولون نحن موجودون. ثم إن العقلاء كذلك يستشعرون وجود حقيقة من الحقائق، ولتكن العقل مثلا، العقل حقيقة، وإلى اليوم إنا لا نعرف كنه العقل، وأن العقل هذا هل هو مجرد الدماغ وما يجري في الدماغ من يعني عمليات كهربية، شحنات كهربية تنتقل من هذه الخلية إلى تلك، ومن هذه من هذا العصب إلى ذاك، ومن ثم تكون التفكير. هذا الأمر أيضا غير مقبول اليوم حتى علميا، لأنه لا أحد بإمكانه أن يعتقد بأن إدراكه مثلا لحسن العدل ولقبح الظلم هو ناتج من هذه الشحنات أو الإشارات الكهربية التي تقع في الدماغ، وإلا فإن الناس متساوون يفترض أن يكونوا من هذه الجهة والحال، لأنهم جميعا تجري في أدمغتهم هذه الشحنات وهذه الإشارات الكهربية، والحال أنهم يتفاوتون في إدراك المحاسن والقبائح. فإذا هنالك إدراك فطري ما يدفعنا للإيمان بأشياء وإن لم نلمسها وإن لم نرها وإن لم نعرف كنهها، كالعقل الذي ضربت به مثالا مثلا. فالآن لو تركنا كل إنسان وإدراكه الفطري هذا، حتى إذا لم يتخالط بمجتمعات أو يختلط بمجتمعات متدينة أو تعتقد بالإله عز وجل، إنك بالفعل تجد أن كل إنسان حتى لو كان مقطوعا عن البشر، حتى لو كان يعيش في غابة لوحده، هو منذ صغره يفكر بأن هنالك إلها، يستشعر أن هنالك قوة ما غيبية ما ورائية، هذه القوة هي التي خلقتني وهي التي خلقت هذا الكون وهيأته لي بهذه الطريقة. وتجد منه من هذا المخلوق سعيا حثيثا نحو التعرف على هذه القوة. هذا هو الله.